وأبى إلا أن يلبيها. شكرا لكم مرة أخرى جميعا على تلبية النداء وهذا الوجه الوافي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين، الأخ الأمين العام، إخواتي وأخواني، السادة سيدات المشاركين في هذا اللقاء، أحييكم جميعا وأرحب بكم باسم إخواني في التنسيقية الجهوية لحزب الشورى في الاستقلال على مستوى هذه الجهات العزيزة والقريبة إلى قلوبنا. ويطيب لي أيها الحضور الكريم أن أتقدم بالشكر إلى كل أخواتي وأخواني الذين تجندوا من أجل إنجاح هذا الملتقى الذي نعتبره واجبا وطنيا، ونعتبر أن جهتنا بما عرف عنها عبر التاريخ من تجند عن الدفاع عن حرمة هذا الوطن ووحدته الترابية مطالبة بأن تكون في طليعة من يلبي نداء الوطن مرة جديدة كلما واجه تحديات من الخارج. وتعرفون إخواني وأخواتي أن بلادنا كانت دائما عرضة لتحرشات القوى الاستعمارية، ولكن كانت دائما بفضل الله وبتماسك أبنائها الصخرة التي تتحطم عليها كل أطماع الطامعين. فهنيئا لنا بهذا الملتقى الذي أتاح لنا التعبير عن استمرار هذه السنة الحميدة، والتعبير على استمرار الروح الوطنية العالية التي تربينا عليها نحن أبناء هذه الجهات من وطننا العزيز، وهي الروح التي ناضل رواد حزبنا حزب الشورى والاستقلال لترسيخها وانتقالها جيلا عبر جيل. وعاشت بلادنا مستقلة موحدة وراء قائدها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وحمده. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا سيد وليد مزر الذي القى كلمه ترحيبيه باسم تنسيقيه جهه دريملا وخليفران الحزب الشورى والاستقلال. المراه رقم اساسي في معادله السياسه والتربيه والرياضه والاجتماع، واضحت رقما اساسي في بناء مغرب جديد كما نراه صاحب الجلاله والمهابه الملك محمد السادس دام له العز والتمكين. الكلمة الثانية هي كلمة باسم المرأة وتلقيها السيدة مريم التربي، فلتتفضل مشكورة. شكرا للمرأة الشورية والتي اثبتت عبر التاريخ انها متواجدة دائما ومستعدة للبذل والعطاء لإنجاح السياسات الجديدة للمملكة.
ولإظهار الصورة الجيدة والنموذجية للمملكة.